ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. عبر الإعلامي رضوان الرمضاني عن خيبة أمله من السلبية التي أبانت عنها الحكومة المنتهية ولايتها إثر التحسن الملحوظ للوضعية الوبائية ببلادنا وتلقيح أكثر من 20 مليون مواطن مغربي، إضافة إلى عدم اتخاذ قرار تخفيف الإجراءات الاحترازية المعمول بها، خصوصا إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية. كما وجه انتقادات قوية اللهجة إلى كل من وزير الصحة خالد أيت الطالب ووزير الداخلية عبد الوافي الفتيت من أجل التدخل العاجل واتخاذ قرارات ينتظرها الجميع في ظل الصمت المطبق للحكومة وعدم إعطائها أي إشارة تبشر المغاربة وتبت فيهم الأمل. مساء الخير، هذا واحد النداء قصير، واخا بصراحة ما عرفش من وجهه، واش لرئيس الحكومة المنتهية ولايته، ولا الوزير الصحة المنتهية ولايته حتى هو، ولا الوزير الداخلية حتى هو المنتهية ولايته. ماشي سوقي اللي مازال كيخمم، اللي مازال كيقرر في كل ما يتعلق بالحالة الوبائية في البلاد والقرارات المترتبة عنها، لقاو شي حل. واش سديتوا القاعات الرياضية وبقيتوا راجعين اللور؟ واش سديتوا الحمامات وبقيتوا راجعين اللور؟ واش منعتوا الحفلات والأعراس والتريتورات وما عرفت شنو ورجعتوا اللور؟ دابا شنو حنا مع من نشوفوا؟ لقاو لينا شي حل الله يرحم الوالدين. شكون اللي كيدبر هذا الشيء دابا؟ شكون اللي كيدبر؟ كنظن قانونيا الحكومه مازال في تصرف الاعمال، الحكومه مازال من حقها واجبها انها تتخذ القرارات الملائمه وفق حاله الطوارئ الصحيه، ولكن ما تخليوناش معلقين بحال هكا. ما يمكنش هاد الحاله ديال التسيب اللي ولينا فيها، الحاله الوبائيه تحسنت، الحالات ديال كورونا الحمد لله تحسنت، الحاله ديال والعدد الوفيات الحمد لله تراجع بشكل ملحوظ، والله يرحم الجميع والله يشافي الجميع، ولكن ما تخليوناش نطرطقوا الله يرحم لكم الوالدين، الله يرحم الوالدين، ما تتعاملوش معنا بهذه السياسه ديال النخال، خلي البهايم كيتسناو. السي وزير الصحه الا باغي دير شي حاجه وارحم هاد المستضعفين اللي جالسين، والسي وزير الداخليه وإلا مازال عندك شي سلطه الله يرحم الوالدين خذ شي قرار. داك الفاكسيناسيون اللي صدعتوا لينا بها راسنا راه 20 مليون مغربي تلقح، اش بغيتونا نديروا مازال؟ اش بغيتونا فين نتلقحوا مره اخرى؟ تلقحنا ولاش صالح داك التلقيح الا ما غنخرجش، الا ما غنمشيش نتريني، والا ما غنمشيش للحمام؟ السي الفتيت ودير معنا حل الله يرحم لك الوالدين، والسي أي الطالب وترجل مره وحده في حياتك وثلاث سنين ولا اربع سنين تمكمش، وخذ قرار مناسب وملائم للمغاربة. هاد الحالة اللي كدير كتضحك علينا صاحبي، واجمع راسك وزير الصحة، ما بقى لك ما قد ما فات، ووزير الداخلية اجمع راسك وتعامل بشوية ديال المواطنة مع المغاربة. هاد الحالة اللي دايرين في المغاربة راه ماشي معقولة. السلام عليكم.